بعدين هاي قضية الأم قصر، يعني هذه القرية أنا أعتقد انحلت من زمان، يعني بال2015 و16 يمكن انتهت قضية قرية أم قصر وطلعوا الناس، وشنو هذا الجديد يعني بالمفهوم، والمحافظ يتعهد بتفليش وتهديم بيوت الناس القاعدين، زين ذولا وين يولون؟ إذا فلشت بيوتهم هسه ذولي وين يولون؟ وين يرحون؟ وقاعدة أم قصر البحرية، قاعدة أم قصر البحرية زين الكويتيين ليش ما اعترضوا عليها عندما انبنت القاعدة؟ قاعدة صار لها سنين مبنية، شو ما اعترضوا عليها؟ عجب اليوم اعترضوا عليها وإلى آخره. نجي لما تفضل فيه الأستاذ وايل بالنسبة لبيوت أم قصر، يعني هذه أنا شاهد عليها. تقدموا 72 بيت، هاي المنطقة أنا جاي، أنا زاير، أنا داخل البيوت. وقبل السقوط أيام النظام قبل، أنا كنت أزور قاعدة مقصر البحرية، كان أمرها العقيد زهير، أنا كنت أجلس معه لما كان أيام حرب العراق وإيران، فأعرف هالمنطقة هذه. طلبوا 72 بيت تعويض، بعدين تفاجأنا قالوا لا 134، بعدين تفاجأنا لقيناها 220 بيت. قامت الحكومة الكويتية بدفع مبلغ 220 بيت بأكثر من 3 مليون دينار كويتي، وأعطتها للحكومة العراقية لبناء بيوت تليق بأصحاب البيوت اللي يتواجدون قرب خط الحدود الدولية، قرب العلامة الحدودية. التأخير مو من عندنا، التأخير يا جماعة من ربعكم، من جماعتكم. دكتور فهد، هاي المعلومة مهمة، أنتم دفعتم 3 مليون دينار كويتي للحكومة العراقية، أم تم دفعها؟ لا، أم تم دفعها للعوائل مباشرة يا سنة هاي؟ لا لا، أنت ما تقدر تعطي العوائل مباشرة، أنت ملتزم بسيادة الدولة. فأعتقد من قبل حتى 2013 في بيوت مبنية لهم، وأعتقد انتقلوا لها. زين، يعني ليش يتم ترحيلهم؟ شنو الغاية من ترحيلهم؟ ليش لأنهم الترحيل لأنه هو يخالف القرار. أنا أعطيك يعني واحدة حجية، أنا مر على الحدود، بيتها بعد الحاجز الحدودي، تنورها اللي تخبز فيه داخل الحدود الكويتية، هذه حادثة. رجع التنور وننتهي من القصة. اشترينا منها التنور بورقتين، قلت حجية هذا حدود لا تدخلين، قالت التنور، قلت يبا هاي ورقتين اشتري منك، قالت موافقة. فهذا اللي تم التعويض لأصحاب البيوت. الآن أنا هو أنت ما جبتني على سؤالي، هاي البيوت اللي تم ترحيلها وتعويضهم بمبالغ كويتية، هي ضمن الحدود هي ضمن الأراضي العراقية، شنو علاقة الكويت بهم أن يترحلون؟ ليش؟ أو تدفعون تعويضات لهم؟ شنو السبب؟ لا، لأن لازم يكون في حرم حدودي، يصير في حرم حدودي بما لا يقل، يسمونها هي أساسا المفروض تكون كيلو، لازم يكون في حرم حدودي بين الحدود بين البلدين يلتزم فيها الطرفين أكثر من كيلو. هذه المناطق أنا جايها وداخل بيوتها تبعد عن خط الحدود 150 متر، وهذه تشكل الحقيقة نوع من عدم التوافق الحدودي مع القانون. هذه المناطق الحدودية أعطيت لأهلها فلوس، لا، وكمان في مزارع، أكو مزارع. معكم الآن يا دكتور فهد، على حسب معلوماتي أنتم، نعم، على الحدود يجب أن يكون هناك محرم كيلو، أنتم عندكم مزارع وعندكم شاليهات لا تبعد عن الحدود العراقية سوى 10 متر. اذكرها وين، أي منطقة؟ بعد الحدود يعني، أي منطقة؟ على المناطق المقابلة، أي منطقة؟ أنا أقول لك خذها من سفوان، من الرتقة، انزل إلى المزارع، انزل إلى مقصر، عطني الجهات المقابلة لأم قصر أيضا. أنا عندي مزرعة بالمنطقة اللي تتحدث بيها أنا عندي مزرعة بها مزارع وبها شاليهات، يقال أنها تقترب من الحدود العراقية بعشرة متر. اسمع كلمة، هذا يقال ذكرها بعض الفنيين بأكثر من حوار. أنا أقول لك هذا التساؤل تم في هذا دقيقة، كلمة يقال هذا لا لا، جانب فني، فنيين ذكروا هذا، تنفي هذا على مجموعة. احنا نتكلم على مجموعة بيوت تم تعويضهم واعطاهم قيمتها مو مدوبلة، مثولثة، بعد ثلاث اضعاف البيت
انت شايف البيوت هناك جيناها احنا سكننا فيها قعدنا فيها شربنا شاي فيها. هذا باتفاق مع الحكومة العراقية دكتور فهد؟ طبعا طبعا باتفاق. اكو شيء يصير بدون علم الحكومة العراقية دكتور؟ يعني العراق بلد كبير. تمام دكتور. العراق بلد يعني ما هو يعني بلد يفرض عليه، لا احنا نحترم العراق ونحترم شعب العراق وعلى عيننا وراسنا. نعم. كل هذه القوانين عملتها الحكومة الكويتية. أكرر أنا لست في الحكومة الكويتية، أنا كنت شاهد على الحدود، كنت أعمل في اليو أن، فأنا شاهد على الحدود هذه. كل شيء اتفق حتى في وزارة الخارجية، اسأل الزملاء، اسأل إخواننا العراقيين اللي مع اللجان المشتركة زي. كلهم حاضرين. أنا لسه من 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 خمس دقائق أنا مع الدكتور جمال على قناة وكنا نتحدث في هذا الموضوع، وهو يقول لك اكو مزارع. وين هاي المزارع؟ طيب اصلا ممنوع لانها منطقه من المناطق المحرمه، لازم يحرم حدودي. انت الان تنفي هذا، لكن خليني اسال دكتور وائل عبد اللطيف. الرجل قالها دكتور فهد، يقول لك هذا باتفاق واحنا دافعين عليه وقضيه متفق عليها. اذا وين العله بهذا الموضوع؟ بالاتفاق قد تكون مع الحكومات السابقه، والكويت يقول دفعت 3 مليون دينار كويت الحكومة العراقية لتعويض هذه العوائل ضمن محرم حدودي. لماذا تثار هذه الضجة حول هذا الموضوع؟ هم إذا الأراضي مالتهم صارت ضمن الترسيم بعد على شيء يدفعون فلوس؟ أي ليش يدفعون إذا هي ضمن أراضيهم؟ ليش يدفعون عليها فلوس؟ هو يقول مو من ضمن أراضينا، لكن القانون يقول يجب أن يكون محرم لمدة كيلو، هذا غير ما ينسكن، فإحنا رجعنا العوائل بالاتفاق كيلو وعوضناهم، هي الأرض عراقية. على اتحاد أستاذ نجم، أنا قلت لك الوفد الموجود هو كله سياسي، يعني ما شفت واحد به فني، يعني ما شفت واحد من المساحة العسكرية أو من المساحة المدنية اللي هم الناس يقررون على هذه المناطق وفيما إذا كانت تابعة إلى الكوب.